السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. المهم راه الليل انا خارجة، غادي نتلاقى يونس، غيخرج من الخدمة. ايوا اخيرا بعد ما حيدوا حضر الطوارئ، يعني يمكن لنا نخرجوا بالليل. كنشوف الطريق نمشي نطيح، يعني يمكن لنا نخرجوا بالليل ماشي مشكل. واخيرا الحين هذا هنا كاين بوليس، لا والو، الصاد، يعني يمكن لنا نخرجوا. غنخرجوا غير هنايا حدانا، ماشي شي بلاصه اللي بعيده. وبغيت نصوركم فيديو تشوفوا الاجواء كي دايرين. المهم بعد ما تحيد حضر الطوارئ، الحمد لله تحيد نهار الاربعاء. نهار الاربعاء شنو اليوم؟ شنو اليوم؟ الحد. اليوم الحد، ولكن نهار الاربعاء تحيد بصفه نهائيه. وحنا غنخرجوا دابا. هذه 9 عين. شوف شحال الساعه، تعود قل القسم. وغنوريكم فين ماشيه، وغنتلاقى يونس ونشوفوا فين غنمشيو. هاد المول هذا حدانا، ولكن ما تحلش، ما عرفتش علاش ما تحلش، مع ان لي مول تحلوا في رمضان. خاصني نقطع ياكو. هادي قصي دي بالعرق. بالنسبه لهذه مدينه الهدايا، ديجا كنا صورنا لكم فيها واحد الفلوك، اول فلوك. هذه فيها المعنات وداك الشيء فاش كنت يلاه جيت. وهذا المول هذا هو اللي ما عرفتش علاش ما تحلش. وانا غادي نمشي دابا عند يونس لهيه، واحد شويه باقي ينزل لقدام، ونصوروا لكم واحد الفلوك خفيف. واخا هكاك راه الشرطه كدوز، واخا يعني حضر الطوارئ ما بقاش وداك الشيء، باقا الشرطه كدوز. هذا هو اللولو سوبر ماركت، كنتقداو منه. عرفتي ما غاديش تشوفوا الناس هنا كيتمشاو بزاف. لحقاش هنا من الناس ما كيتمشاوش على رجليهم اصلا بزاف، غير اللي ما عندوش الطوموبيل، غير بان الناس قلال، ويعني يكونوا ساكنين في المنطقه قرابين من هنا. اما واخا ما يكونش عندهم الطوموبيل ويكونوا بعادي، فما كيتمشاوش على رجليهم، يعني ضروري ترونسبور، هي الطوبيس يا الطاكسي اي حاجه. بالنسبه لك البلاصه اللي غنمشي لها انا، عارف واش تبان لكم؟ انا قربت نوصل. انا وصلت مع الكاميو. انا قربت نوصل، صافي ما بقى والو. انا وصلت، هي هذه اسواق زهره العين. دابا غنتسنى يونس يجي وندخلو. فيها حتى هادي ديكورات وداكشي زوين، حلوينيات. المهم تلاقينا انا ويونس ودخلنا. هادي جهه ديال المعنات، حنا بغينا نشوفو شويه المعنات شنو عندهم وشنو سميتو. كيف ما كتشوفو لقينا البرمه والكسكاس، والصراحه باش عجبتني هاد البرمه والكسكاس. هي ماشي ما كناش كنلقاو قبل، كنا كنلقاو ولكن ما كانوش كيقنعوني، حيت الكسكاس كيكون عنده الثقيبات واسعين، فكنخاف يطيح لي كسكسو وما يستقليش به كسكسو. داكشي هذا اللي لقيتو يعني نورمال، جاي بحال ديال المغرب. ايوا اخيرا غادي نديرو كسكسو. ان شاء الله دابا خاصنا غير نلقاو كسكسو. هانتوما تشوفوا معنا، الصراحه عندهم ملوينيات داكشي زويون، والأثمنة مناسبة، ما عندهمش شي أثمنة اللي غالية زعما، ولا أثمنة وما هادوك، وداكشي زوين. كله إيطالي، صناعة إيطالية. هانتوما ما قلت ليكمش، لقيت حتى الكيسان بحال ديالنا ديال اتاي، صراحه هما زوينين. ما كان عندنا غير داك الشكل بحال الفناجين وداكشي، ولكن ضروري اتاي كيعجبنا نشربوهم في الكيسان ديال المغرب.
اكثر بلاصه ولا اكثر قسم كيعجبني الصراحه هو ديال العطور لي بارفان، خصوصا هنا عندهم العطور زوينين ديال العود وداكشي. واخا كندوخ كنبقى نشم هادي وهادي، ما كنعرفش كنتلف فين اللي ناخد. وفي الاخر خديت وحده زوينه، ما صورتها لكمش لحقاش كنت نقطعنا الفيديو ديال التصوير، واخيرا لقيتها. ايوا صافي، المهم خليكم معايا حتى الاخير، وكنصح لاي واحد هنا او اي واحد جا ياخد من العطور ديالهم زوينين. أين أشوق؟ أين حي؟ هذا واري بحال تلقى ديال الشلوح. واهم حاجه رخيص، ولقيت حتى السفه، عرفتي راني فرحانه. ولقيت حتى البرمه في هذا شو سميتو في هذا المول، وانا ما كنتش كندخل له، عارف شو، ما تيقتش فاش لقيت كسكسو والسفه. والله حيت ما كنلقاهمش، خصوصا داري كسكسو داري، والله الا رخيص وزوين. كاين حتى القمح، ها هو هذا، يعني هذا د المغرب. كاينه حتى المحمصه، يا سلام. دابا شنو باش فين اللي كيجي زوين؟ واش اللي كيكون حرش غليظ ولا اللي كتكون حبه ديالو رقيقه؟ مع ما مول فاش طيب كسكسو، ماعقلتش شكون شنو كيديروا مولانا. نزعوا الله، ناخذ هذا، ناخذ هذا نجربوا. خذ لي تسفه. المهم البنات، وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. واخا ماشي شي حاجه، ولكن بغيت نشارك معكم هذا النهار اللي خرجنا فيه بالليل وخرجنا بدون قيود. المهم كانت هذه هي الخريجه ديالنا، وهذا الفيديو بنت فيه في البدايه بوحدي، وغنساليه بوحدي جائيا ودخلي دوش. انا ما فيا ما يتسنى حتى يسالي عاد نبدل، خاصني صافي نبدل ونجلس نتعشى ونجلس نرتاح شويه. المهم هذا هو الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش اللايك والتشجيعات ديالكم، كنبغيكم بزاف. باي باي.